السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم فقرتنا بالطب البديل راح نحكي عن التكيس عند المبايض عند النساء. طبعا التكيس عند النساء هو بصيبها شعر غير مرغوب فيه، بصيبها رخبطة بالهرمونات ومشاكل عندها بالهرمونات. طبعا ايش احنا بنحبب الناس ترجع للطب البديل؟ كيف يعني هسه افضل اشي منجيب احنا بنروح التكيس؟ طبعا حسب الحجم التكيس، انا راح اعطيك وصفة للتكيس والتكلس عند النساء وكمان رخبطة الهرمونات. انا بتعمل رخبطة بالهرمونات، تعمل شعر غير مرغوب فيه لعند النساء ومشاكل عند النساء ورخبطة بالهرمونات. بنجيب 1 كيلو من العسل، طبعا يكون عسل 100% اصلي، عسل السدر، عسل حبة البركة، المهم يكون عسل طبيعي 100%. بنجيب القسط الهندي، عود القسط الهندي، عود القسط الهندي كثير له فوائد ما شاء الله عليه. بنجيب 5 معالق من القسط الهندي المطحون، بنخلطهم مع 1 كيلو مع عسل، طبعا يحرك بمعلقة خشب افضل اشي، ويتاكل مرة صباحا ومرة اخر النهار قبل الاكل، دائما بربع ساعة او نص ساعة بصير. طبعا الشغل الثاني ايش بنعطيهم كمان؟ بنعطي اوراق المردقوش او اوراق البردقوش. كيف؟ نجيب اوراق المردقوش، بناخذ معلقة كبيرة على كوب ماء ساخن، تنقع لمدة ربع ساعة وتصفى وتشرب 2 مرات باليوم. هاي بنستمر عليها طبعا لمدة 3 أسابيع متواصلات. وايش كمان بنعطيهم؟ بنعطيهم نجيب كمان قرفة اللي هي بالعراقي نحكي دارسين. الدارسين بنخلط زنجبيل، يعني مثلا 100 جرام زنجبيل و100 جرام من الدارسين، نخلطهم مع بعض. طبعا ناخذ معلقه صغيره على كوب حليب 2 مرات باليوم، بنلتزم عليه كمان لمده 3 أسابيع ونضلنا ماشيين عليهم، ان شاء الله الامور بتصير تمام، بروح التكيس والتكلس عند النساء. طبعا مع رخبطه الهرمونات، انا ليش اعطيتك رخبطه الهرمونات؟ رخبطه الهرمونات افضل شيء عشبه المردقوش او اوراق البردقوش، نلتزم عليها بتصير الامور ان شاء الله تمام. وروحوا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.